يا لهوي يا لهوي يا دي المصيبه اللي حدت علينا. الحقونا الحقونا يا ناس يا لهوي يا ناس. اللي مش عاجبه يغور في 60 داهيه. الجوع على جوعه خلت العوير رتمان. عماره ايه يا ابو عمار؟ احنا ساكنين عندك بعقود وبندفع اجره زي اجعصها ساكن في عمارتك. اخلص يا غساله يا ام لسان زفر. ومقام الحسين، ان ما لزمت حدودك لحددك بحديده في لفوخك واصوت عليك كمان. يا دهوتي يلا يا دهوتي. حصل ايه يا ست انت وهي؟ الراجل ده عايز يدهولنا يا بيه. عايز يقتلنا يا سعاده البيه. عايز يهرينا يا بيه. عليا النعم عايز يقطع خلافنا يا بيه. الحكايه يا فندم انهم عايزين يمنعوني من فتح اوضه في ملكي. دي اوضه ساكنها جني يا سعاده البيه. حابس حابسك فينا شر الملابس. دستور. اجعل كلامنا خفيف عليهم. شايف الجهل والتخلف يا فندم. بس انت وهي قلت ما حدش يتكلم الا باذن. يا سعاده البيه اسمع مني انا. انت مين؟ انا خالتك ام طروطه من اوادم السكان هنا، بقالي 30 سنه ساكنه على السطوح ده من ايام ما كانت العماره ملك شرنوب شوشه. هار اسود، هتحكي له تاريخ حياتك ياما؟ اتكلمي باختصار. باختصار الاوضه دي اتقتل فيها قتيل من 25 سنه، اتذبح واتقطع فيها وحطنا اتزفرت بالدم. اتزفرت بالدم وفضلت مهجورة قول يجي 10 سنين. كنا بنسمع فيها اصوات ونشوف العيب، ومحدش عارف يسكنها غير زباخ التيبي عشان من اهل الخطوة ومتصل. ايوه يا بيه، عرف يتفاهم مع سكانها وعايز معاهم وحاس عندنا اذاهم. هبوس ايدك يا سعاده البيه. بلاش تفتحوا الاوضه دي، ده انا واحده ليا وعايشه بطولي واخاف من خيالي. هار اسود، يفتحوها ده ايه؟ انا مستعد ادفع اجره الاوضه لحد عم سباغ ما يرجع ويبان. وهو سباغ ده كان مستاجر للاوضه؟ ده راجل مشعوذ وكان ساكنها مفروشه من غير عقد ايجار، ولما غار من سنه واختفى حصلت على اذن من النيابه بفتح الاوضه. هو فين الاذن؟ موجود يا بيه، اتفضل. اتفضل افتح الباب. يا خرابي، الجبنات يا حكومه تحمينا، حميت النار وكوتينا يا دوتي. افتح يا استاذ، مستني ايه؟ انبطح.